حضرتك بابا؟ ايه يا ابن الهبل؟ طيب ايوه بابا، امال ماما؟ من غير شوشره لو سمحت، الحاجه عايزاك. الحاجه؟ طب ما تعرفش مامتك عايزاني في ايه بالظبط؟ اتفضل معايا وهناك هتعرف كل حاجه. طيب اسمح لي بس اغير هدومي وانا هاجلها بنفسي عند السفره بعد الماتش. للاسف ما ينفعش، تعليماتي اني اوصلك للحاجه حالا. يوم باين من اوله. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. تقبل الله يا حجة. منا ومنكم. ايه يا هناء، ليه بعت تجيبيني بالطريقة دي؟ طبعا انت عرفت ان تم تسريب معلومات غاية في السرية عن الشاليه اللي اشتريناه في الساحل، وعارف برضو المعلومات دي اتسربت لمين؟ لأمك اللي هي حماتي، وانت فاهم كويس القانون هنا. طبعا البيوت اسرار يا سليمان. ايوه انت بتقولي لي الكلام ده ليه؟ انت عارفه يا حاج كويس ان انا ولائي ليكي، ولا يمكن اطلع سر البيت بره. انا 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 اكيد بريء. هنشوف، التحقيقات هتكشف كل حاجه. تحقيقات؟ انا عايزه اساعدك يا سليمان. بص يا حاجه، انا ماما صعب انها تكون عرفت. انا بقالي اسبوع ما شفتش ماما. انا ممكن اصدق ان انت ما شفتهاش، بس كمان ما كلمتهاش امبارح العصر الساعه 4:32 دقيقه كلمتها. حصل؟ لا، ده كانت مكالمه كده سلامات في السريع. بعدين مش ده اللي حصل بالظبط. ايوه يا نهل حبيبتي، ازيك؟ عامله ايه ماما عندك؟ طب الدهانة سلم عليها. امال مامتك عرفت منين ان استلمنا الشاليه في الساحل وبنشطب فيه؟ احنا شغلنا ما فيهوش اي نوع من انواع الصدف. احنا الغلطة عندنا بفورة. ممكن وائل ابننا؟ مستحيل، وائل ده من اكفأ واخلص رجالتي، ما يعملش كده. ده غير ان اشتريته بصينية مكرونة بالبشاميل. انسى. مش عارف طالع لمين القذر ده. بص يا حاجة، انت عارفة ماما يعني اكيد مش هتكره لنا الخير، ما فيهاش حاجة يعني لما اقولها على حاجة زي دي. عيبك انك بتبص تحت رجليك، ماما مش هتكره لنا الخير. ما هي لما مامتك تعرف نهد اختك هتعرف. ولما نهد تعرف هتيجي هي وجوزها وعيالها اللي بخدود، ومامتك هات لنا فطير يا سليمان، وعايزين مربى وفطار وزلابيا يا سليمان، ونقعد سبعه في الاوضه ونفرش على الارض. اكمل يا سليمان؟ كفايه بوس ايدك. يعني انا بتهيالي ماما مستحيل تعمل كده، لان هي عارفه ان انا واخد قرض. الليلة سودة. أو ده اعتراف جالي كده من غير ما أعمل أي مجهود. أنت قلت لمامتك على موضوع القرض يا سليمان؟ لا، أنا لمحت كده عن القرض. ما قلت واضح إن أسرار البيت بدأت تطلع لبرة. قولي يا سليمان. أيه يا حاج؟ لما بتروح لمامتك وبتسألك عليا وعن أكلي، بتقول لها إيه؟ لا، بقول لها جميل طبعا، اكل قلتها لذيذ باين مره. اكلك طبعا ست الكل. طب اكلي ولا اكل ماما؟ اكلي ولا اكل ماما؟ اكل ماما بقى، انا مش قادر استحمل. اكل ماما احلى، وكل مره بقول لها ان هي اكلها احلى. ولما بنزل اقابل اصحابي بالليل ببقى كذبت عليكي، وببقى رايح لها علشان تعمل لي صينيه البطاطس اللي انا بحبها، اللي انت بتعمليها ناشفه والصلصه بتاعتها لازقه في القعر. انت مش فالحه غير انك كل اسبوع تعملي لي قلقاس، وانا ما بحبش القلقاس. كفايه قلقاس، لا للقلقاس. 15 سنه جواز بيقولوا لا، اول الشهر بيقول لا، دمي بيقول لا، شعر صدري بيقول لا، القلقاس نفسه بيقول لا. كفايه قلقاس. خلصت؟ لا، قلقاس اهو. خلصت كده؟ حلوه خلاص. ايه اللي بيحصل في البيت ده؟ واضح ان انا مش عارفه احمي اسرار بيتي. شيطان بقى واندخل. لا مش شيطان ده، انت يا سليمان. انت اللي بتروح تقول لهم على كل حاجه، مع اننا احنا ما بنعرفش عنهم ولا حاجه.
عندك ناهد مثلا، ما عرفناش انها حامل فؤاد غير لما ابنها وصل للاعداديه، ولا جوزها الاستاذ محمود ما عرفناش ان جاله شغل جديد غير بعد ما مات بخمس سنين. محمود مات؟ شفت؟ شوف يا سليمان، انا مش هكمل كلام في الموضوع ده، بس لازم تقولي ان دي اخر مره، وان اسرار بيتنا مش هتطلع بره تاني. لا خلاص مش الو ماما، ازيك يا ماما؟ سليمان بيسلم عليك يا حبيبتي وبيبوس ايدك. ايه شم النسيم؟ لا يا ماما لا، احنا هنروح فين؟ احنا قاعدين. لا يا ماما هنروح الساحل. جبنا شاليه سليمان اشتراه. لا ما هو خد قرض بفايدة 7%. ايه يا حبيبتي عايزين تيجوا؟ تنوري يا حبيبتي، تنوري يا ماما. ماشي يا ست الكل، سلام سلام. ايه ماما